بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا أخوكم الطالب عبد الرحمن عبد المنعم قطرنجي، طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذا المقطع من سلسلة حلول الأولد إكزامز من مبادرة أرشفة، إحدى مبادرات جذوة. واليوم بإذن الله تعالى بنشرح أولد إكزام ماث 101 فاينل ترم 201. بسم الله. السؤال الأول: Let S of T equal T cubed plus 3T squared minus 9T plus 7 is the position function of a particle where T is measured in seconds and S is measured in meters. The total distance traveled by the particle during the first 3 seconds in meters is. طيب، أول شغلة لازم نروح نطالع شو الأشياء اللي هو أعطاني إياها بالسؤال، تمام؟ طيب، هو أعطاني الـ position function، تمام؟ أعطاني الـ position function وقال لي إنه الـ s of t in meters و t in second، فمعناته الـ velocity لو طلعتها بناء على هالمعلومات حتكون meter in second، تمام؟ طيب، أعطاني كمان إنه هو طالب الـ total distance traveled by the particle during the first 3 seconds، تمام؟ طلب الـ total distance، تمام؟ طيب during the first 3 seconds، فالانترفل طبعا بالنسبة لهالسؤال، طيب هو حطاك الـ position particle، تمام، الـ position function of the particle، حلو، وبده منك تجيب الـ distance، تمام. لو نتذكر شوي من الفيزيكس، الـ distance عندي دائما بتكون عبارة عن مجمل المسافة اللي انت مشيتها أو تحركتها، تمام. فما بيهمني شو الاتجاه تبع الـ distance كان، أهم شيء إنه أنت تحركت هاي المسافة، حلو. فبهالحالة أنا لازم أشوف هل الفانكشن اللي عندي إياها هي دائما موجبة. إذا هي دائما موجبة على الانترفل تبعي اللي هو first 3 seconds، تمام، إذا هي دائما موجبة خلاص هجيب S of 3 و S of 0 والفرق بيناتهم هي هتكون الدستنس تبعيتي، تمام. طيب بالنسبة لي أنا ما متأكد هل هي دائما positive ولا لا. فبهالحالة نحن دائما إذا بدنا نشوف هل function متى بتكون positive متى بتكون negative لازم نعمل ال first derivative ونعمل التست تبعها، تمام. طيب فأول شيء حناخد التست ل s of t، تمام، عفوا ال derivative ل s of t s dash of t، تمام، اللي هي velocity هتكون 3t squared plus 6t minus 9، تمام. طبعا باستخدام الباور رول، الباور رول بتقول لك لو عندك f of x equal x to the n معناها ال derivative of f of x equal n x n minus 1، تمام. This is directly from the power rule. طيب هل انا عندي ال derivative؟ لازم اسوي تيست، لازم اشوف اليوم اسويها بصفر شو الارقام اللي ممكن تطلع لي، تمام، مشان اعرف شو هي البوينتس اللي عندها الميل حيساوي صفر، وغالبا عندها البوينت ممكن تكون الدالة تتحول من موجب إلى سالب. طيب فحسويها بصفر، هيكون عندي 3t squared plus 6t minus 9 equal 0، هقسم على 3 لكل الحدود، t squared plus 2t minus 3 equal 0. طبعا المعادلة لو حبيت أفككها هتكون t plus 3 تمام مضروبة في t minus 1، صح؟ لأن سالب 1 ب 3 حيعطيني سالب 3، 3 t minus t حيعطيني 2 t، طيب equal 0، فمعناها عندي t equal negative 3 وعندي t equal 1، تمام؟ طيب أنا الانترفل تبعي اللي عم بدرسه الدستنس عليه هو من 0 إلى 3، حلو؟ فحشوف شو أحد الحلين، هل هن بيقعوا بالانترفل تبعي ولا لا؟ إذا في الانترفل تبعي أوكي حلو، لازم أعمل التست عندهم. إذا مش بالانترفل تبعي ما مهم إني أروح أشوف أعوض هل حتكون positive ولا negative. فبالنسبة لـ t equal negative 3 هكنسلها، تمام، لأن هي برا الانترفل تبعي، فليش أعذب حالي وأدرسها وهي برا الانترفل تبعي. طيب هروح لحرسم خط أعداد بس مشان يسهل علي عملية دراسة الفانكشن.
تمام؟ هي عند الواحد، تمام؟ هيكون عندي جهة اليسار وجهة يمين. طيب بالانترفل اليسار في عندي صفر، فهختبر الفونكشن عند صفر، هل هي عم تزداد ولا عم تنقص؟ طيب الديريفتيف تبعها، تمام؟ الديريفتيف هيكون لو عوضت بصفر هيطلع عندي نيجاتيف، تمام؟ لو عوضت بعد الواحد هيكون عندي، لو أخذ مثلا 2 for example هيكون عندي الديريفتيف بوزيتيف، تمام؟ طبعا نحن بندرس الديريفتيف. طيب بناء على هالشيء حلو، الآن حنحل السؤال، أو يعني خلاص وصلنا للخطوة اللي بنحل فيها السؤال. أنا بدي أجيب الدستنس، تمام؟ فحاخد أول شيء المسافة من صفر إلى واحد، حاسب الانترفل إلى قسمين، تمام؟ القسم الأول اللي هو القسم السالب، تمام؟ اللي هو بيبدأ من عند الصفر، تمام؟ إلى الواحد. القسم الثاني، الانترفل الثاني حيكون من عند الواحد إلى الثلاثة. طيب لأن هذا القسم موجب، هذا القسم سالب، فلازم السالب أضربه بسالب، لأن الدستنس ما بهم الإشارة، بهم مجرد المسافة اللي انت مشيتها. لو قال displacement ما هاهتم للإشارات، وحاخد S3-S0، وحتكون نفسها لو الفونكشن كانت positive، حتكون نفسها نفس الدستنس. طيب نرجع للسؤال نفسه. f of x عندي اياها الانترفل الاول حيكون سالب، فحاخد نيجاتيف، تمام؟ s of 1-s of 0. طيب والجزء الثاني حيكون بوزيتيف، تمام؟ بعدين عندي من s of 3-s of 1. طيب حشوف s1-s0، ال S1 لو عوضت ب 1 حيكون عندي 1+3-9+7، تمام؟ 1+3-4-9-5+7+2. طيب هيكون عندي بلس 2 بالنسبة لل S1، هيكون عندي 2-. S0 لو حطيت 0 حيطلع عندي 7، تمام؟ طيب لا ننسى الإشارة السالب بالبداية. زائد S3 لو عوضت ب 3، المعادلة ب 3 حيكون عندي 27+27-27، تمام؟ فحيكنسلوا، حيكون عندي 27+7 اللي هي، خلينا نكتبها 27+7 هي عبارة عن 34 minus S1 already جبناها اللي هي 2. طيب بعدين الآن لو كملت الجمع حيكون عندي 5+32 اللي حيساوي 37 متر. طيب بهيك بنكون جبنا الديستنس اللي بده اياها، وهي ان ميترز، لان هو اوريدي قال لي انه اس اوف تي از ميجرد ان ميترز، فما بحتاج اني احول اي شيء بالنسبه للفيزياء. بهيك بنكون انتهينا من حل السؤال الاول، ونروح للسؤال الثاني. طيب بالنسبه للسؤال الثاني هو اعطاني فانكشن متعدده التعريف، تمام؟ في لها اكثر من تعريف حسب كم شرط بالنسبه للاكس، وخلال التعريفات حط لي متغيرين اي وبي، وطلب مني انه اجيب قيمة A و B اذا كانت الفونكشن continuous everywhere. طيب اذا الفونكشن هي continuous everywhere، طيب في عندي شغلتين لازم تحققهم هالفونكشن، حلو؟ الشغلة الاولى انه تكون القيم للدالة عند نقطة الانفصال تقترب الى نفس القيمة، تمام؟ يعني بكلام رياضيات بحت، حشوف الليمت، تمام؟ وأنا عم بقرب على نقطة اللي بنتهي عندها تعريف الدالة. على سبيل المثال، تمام؟ حروح بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي x equal 0، تمام؟ فلازم أشوف الليمت، الليمت as x approaches 0 بالنسبة إلى اليسار، تمام؟ بالنسبة لليسار حيكون التعريف sin 2x over sin 3x، sin 2x over sin 3x، تمام؟ بما أنه هي continuous everywhere لازم الليمت من اليمين تعطيني نفس النتيجة، limit x as x approaches 0 from the positive side حتكون الدالة تبعيتها x تربيع plus a، x تربيع plus a، تمام؟ طيب لو بدي أخذ هذا الليمت، تمام؟ الليمت
اليسار، لو حاولت أعود بصفر حيطلع عندي صفر على صفر، تمام؟ لذلك بقدر أطبق اللوبيتال رول، تمام؟ اللوبيتال رول بتقلي لو عندي فانكشن، تمام؟ الفانكشن هي عبارة عن قسمة two functions، حلو؟ وال two functions اثنيناتهم بيقتربوا إلى infinity أو zero، طبعًا في عندك الحالات، تمام؟ شوفها بنوتات محسن، تمام؟ الحالات اللي بتكون الدالة فيها غير معرفة فوق وتحت، تمام؟ طيب لو اثنيناتهم هيك فمعناته لازم آخذ الديريفيتيف للي فوق والديريفيتيف للي تحت وناتج قسمتهم هيعطيني الإجابة الصح. طيب لو حبينا نطبق هالكلام حروح أشتق sin 2x. طيب شو اشتقاق sin 2x؟ أول شيء عندي sin نفسه sin 2x هتصير cosine 2x، تمام؟ وبالنسبة للأرجمنت نفسها تبعيد الدالة هي 2x، فلازم أشوف شو الديريفيتيف تبعها حسب التشين رول، حيطلع عندي 2، تمام؟ فحصير 2 كوساين 2x over، لو طبقنا نفس الشيء مع ساين 3x هتكون 3 كوساين 2x. طيب لو حاولت هلأ أعود بصفر، تمام؟ حيطلع عندي 2 over 3 اللي تساوي 2 over 3، لأن إلى الآن أنا عندي limit as x approaches 0. طيب عندي 2 over 3 equal، تمام؟ بالتالي 2 over 3 equal الطرف الثاني، ما عندي أي مشكلة لو حطيت الصفر نفس ما هو، ما حيطلع عندي أي مشكلة، الصفر تربيع حيعطيني صفر plus A، يعني النتيجة النهائية حتكون A، فجبت قيمة الـ A already. طيب بدي أساوي نفس الحركة مع نقطة الانفصال الثانية، تمام؟ نقطة الانفصال الثانية أو يعني النقطة اللي بتغير فيها تعريف الدالة، تمام؟ هي عند الواحد، فلازم أروح عند الواحد كمان وأطبق نفس الكلام، فهيكون عندي limit as x approaches 1 from the left side، تمام؟ left side هتكون بالنسبة لواحد، تمام؟ اللي هي less than 1 اللي هي x تربيع plus a، x تربيع plus a لازم تساوي limit as x approaches 1 from the positive side إلى x minus 2b، تمام؟ طيب الآن لو حطينا واحد، هل حطي عندنا مشكلة ولا لا؟ خلينا نجرب، واحد تربيع plus a بشكل ما فيها مشكلة، فحنكتبها ما جاني indeterminate form، فالوضع طبيعي، عود كمان طرف تاني بواحد حيكون عندي 1 minus 2b. طيب الـ a أنا أريد جبتها، فحعود بالـ a مباشرة 1 plus 2 over 3 equal 1 minus 2b. طيب الـ 1 بتروح مع الـ 1، بعدين عندي سالب 2 وعندي الـ 2 over 3 لو قسمتهم على بعض حيطلع عندي b equal negative 1/3، تمام؟ لكن لا ننسى هذا إلى الآن نحن محلين السؤال، السؤال طالب a plus b، a plus b لا توقف عند أنه جبت بس المعطيات، لو جمعنا a plus b، تمام؟ حتكون 2 over 3 minus 1/3، 2 over 3 minus 1/3، تمام؟ اللي حتساوي 1/3 وهي الإجابة الصح. طيب بالنسبة للسؤال الثالث، إلى الآن نحن عم نحكي على limits وعلى مفهوم limits، فخلينا نكمل بالموضوع ونشوف هاي الليمت أعطاني ليمت لفانكشن معينة وطالب مني أن يوجد الليمت، تمام؟ فطبيعة أول ما تشوف ليمت جرب تعود بالرقم اللي عم تحاول تقترب له، تمام؟ لو جربت تعود حيطلع عندك الجذر 4 ناقص 2 على 0 اللي هي 0 على 0، فهالحالة أنت وصلت لحالة غير معرفة، تمام؟ الليمت غير حالة اللي انت طالعتها غير معرفة حاليا، فلازم تعمل شوية manipulation للمعادلة حتى تقدر تحل. فبهالحالة بما انه عندك جذر، اول شيء بيتبادر لذهنك انه تحاول تضرب بالمرافق، تمام؟ لو ضربت بالمرافق معناته انت هتضرب فوق وتحت مشان تحافظ على صحة المعادلة، هتضرب جذر x plus 3 plus 2 over جذر x plus 3 plus 2، تمام؟ الآن خلينا نضرب ونشوف شو حيطلع معنا. لو ضربنا حيكون عندي الفرق بين مربعين اللي هي حتكون x plus 3 minus 2 squared، تمام؟
over حيكون عندي x minus 1 multiplied by square root of x plus 3 plus 2. تمام؟ طيب الجزء الأول لو حاولنا نحلل بزيادة حيكون يعني بس فكرة الأقواس والتربيع حيكون x minus 1 over x minus 1 multiplied by square root of x plus 3 plus 2. طيب ال x minus 1 هتروح مع ال x minus 1. الآن لو عوضت حشوف لنست الآن عم بدرس الليمت. تمام؟ لو عوضت الليمت as x approaches 1 إلى 1 over square root of x plus 3 plus 2 برا الجذر عوض حيطلع عندك 1 over 2 plus 2 which is equal to 1/4. وهيك نكون انتهينا من حل السؤال. طيب بالنسبة للسؤال الرابع طلب عطاك الـ function f of t equal cos square t وطلب منك انه تجيب 2 derivative 20-20 ل f عند الصفر minus derivative 20-21 عند الصفر. تمام؟ طيب اول ما بتشوف انه هو طالب منك derivative رقم كتير كبير. تمام؟ بنفس الحالة الـ derivative رقم 20-20. تمام؟ على طول خلي بذهنك يتبادر الى الدرس اللي هو calculating derivatives higher derivatives using a pattern او شغل نفسك حول هالاسم كان الدرس. فكرته باختصار تمام، اذا بدك تجيب function درجة عالية بعض الفانكشنز. تمام، بعض الفانكشنز بيكون الديريفاتيف تبعها بيتكرر بشكل نمط معين. تمام، ففكرة هالدرس انه نستكشف هذا النمط مشان يسهل علينا ايجاد الديريفاتيفز ذات الارقام الخيالية. تمام، طيب بهالحالة اول شيء حشوف حجرب مثلا اخذ لي ابو اربع ديريفاتيفز او كذا لما اتاكد ما في عدد محدد، بس بدي اتاكد انه ارجع للنقطة اللي بديت منها. تمام، فحاخذ الفيرست ديريفاتيف اول شيء، الفيرست ديريفاتيف f of t حتعطيني ال 2 كوش t سينش t. طبعا بناء على اي كلام، بناء على التشين رول اخذت انه السكوير هي اللارجر فانكشن او الانر فانكشن كانت الكوش t. تمام، طيب لو حبيت اخذ السكند ديريفاتيف تمام دبل برايم حتعطيني، طبعا بس مجرد اسهل على نفسي شوي، لو خليتها على شكل العادي بحتاج اني اروح اساوي القوانين تبعيت النصوص محمد، اذا كان في عندي 2 functions مضروبين ببعض وبدي اجيب derivative تبعها. تمام، بس مشان سهل على نفسي انا درست العلاقات. تمام، اي واحد درس math 101 لازم تكون عارف بعض العلاقات بالhyperbolic function. تمام، ولحسن الحظ هي نفس العلاقة تبعيت الساين كوساين العادية trigonometric functions. فإذا عندي 2 cos t sinh t هي نفسها sinh 2t. تمام، sinh 2t. طيب الآن sinh 2t أسهل بالتعامل من 2 cos t sinh t، فلو حبيت أجيب الديريفاتيف تبعها حتعطيني 2 الساين حتتغير إلى كوساين. وطبعا اليوم عم نتكلم على الهايبربوليك فانكشنز، نحن ما بناخذ الديريفاتيف ما حيعطيني سالب. تمام، عكس الاستاذ محمد، عكس الترجنومتري فانكشنز لو بدي اخذ ديريفاتيف تبع كوساين حيعطيني نيجاتيف ساين، هون ما في سالب، انتبه لهالتريك. طيب فحيعطيني 2 كوس 2 تي. طيب لو حاولت اجيب الثالث تمام حيعطيني 2 سكوير كوس، عفوا مش كوس، سينش 2 تي. طيب لو حاولنا نكمل تمام وحبيت اجيب f n الديريفاتيف ال n ل f of t، تمام بقدر الاحظ شوي انه بالبدايه انا بديت وما عندي 2. تمام، بعدين عم بضرب 2 ورجعت ضربت 2، فمعناته انا دائما عم بضرب 2 لكن هي حتبدا تمام من n minus 1 صح. قصدي اول ظهور ل n كان بالمرة الثانية، أو بطريقة أخرى
بالمرة الأولى كان عندي 2 أس 0، المرة الثانية كان عندي 2 أس 1، وبعد 2 أس 2 بعد حتكون 2 أس 3 وكذا. فعند ال n هيكون عندي 2n-1. ليش ال minus 1؟ شوف مثلا لو أخذنا ال n equal 3، طيب ال n equal 3 هيكون الأس على 2 هو 2 اللي هو 3 ناقص 1، وجرب على الباقي حيكون حيطيق نفس الشيء. طيب هاي بالنسبة ل n. أوكي هلأ بالنسبة لسنش وكوش، متى حيكون عندي سنش 2t ومتى حيكون عندي كوش 2t؟ أوكي مشان تشوف هالشي، شوف يوم كان عندي الديريفتيف رقم فردي أعطاني سنش، يوم كان رقم زوجي أعطاني كوش، تمام؟ فما أنا بحب أنه أخلي المكان تبع سنش وكوش فاضي، أو تقدر تقول أنه تعريف الفنكشن إذا كان n is even، تمام؟ n is even if the derivative nth ل f of t حيساوي 2 to the n minus 1 multiplied by هي even، تمام؟ فحتعطيني cosh 2t، cosh 2t. طيب if n is odd، تمام؟ هيعطيني ال 2 to the n minus 1 هي نفسها ما بتتغير، تمام؟ التغير كله عم بيصير بالكوش والسنش، تمام؟ حتعطيني سنش، سنش 2t. طيب الآن بدل أجيب أي derivative بدي إياها لهالفنكشن، تمام؟ طيب هلأ نرجع للسؤال نفسه، بدي 2f2020 لزيرو و minus f2021 لزيرو. طيب حنكتب الاثنين نفس ما هي، بعدين عندي F2020. طيب 2020 هي even، فمعناتها هي حتتبع القاعدة الأولى اللي حتعطيني 2n-1 cosh 2t، صح؟ طيب الماينس هلأ 2021 هي odd، فمعناتها حتتبع القاعدة الثانية، فحتعطيني 2 to the n-1 multiplied by sinh 2t. طيب الآن هعود بصفر، تمام؟ وحشوف شو بيضل عندي، تمام؟ هعود، أنا عم بعود بصفر عن t، وبعشرين عشرين عن n، وعشرين واحد وعشرين عن n في الطرف الثاني، تمام؟ فهيكون عندي 2 multiplied by 2 to the n minus 1، طبعا عندي 20 20، أو مشان سهل على نفسي ما ألخبط حضرب الاثنين، تمام؟ الاثنين هي أس واحد مضروبة في 2 أس n-1، فمعناتها اللي حيظل عندي جمع الأسس، فهي 2 to the n cosh 2t minus 2 to the n minus 1 sinh 2t. طيب لو عوضت بصفر السنش هتعطيني صفر، تمام؟ الاثنين ضرب صفر هي صفر، وسنش صفر هي صفر، فمعناتها هذا الترم كامل حيختفي، حيروح لصفر. طيب الترم الثاني أو أستاذ محمد الحد الأساسي الأول، طيب ال n كانت عندي 20 20، لا تنسى أنه أنا بديت 20 20، حيكون عندي 2 مرفوع ل 20 20، تمام؟ الكوش 2t، ال 2t اللي هي حتكون 2 ضرب 0 0، الكوش تبع 0 هو 1، تمام؟ اللي حيعطيني 2 raised to the 2020. طيب بهذا السؤال ما في قواعد واضحة انه متى بوقف او لا، انت لازم تحاول تتدرب تشوف متى بقدر، يعني خلص اطالع نمط وهذا النمط يكون صحيح وماشي على كل البيانات اللي طلعت معي، تمام؟ وبهيك بنكون خلصنا السؤال الرابع والاسئلة من هالنوعية من الافكار. طيب بالنسبة للسؤال الخامس، السؤال الخامس بيقول لك if x squared minus 3 is less than or equal to 3 f of x plus 10 is less than or equal to negative 2 x minus 4. أوجد limit as x approaches negative 1 ل f of x. طيب حكتب العبارة نفس ما هي، x squared minus 3 less than or equal to 3 f of x زائد 10 أصغر من أو يساوي سالب 2x سالب 4
طيب هعمل شوية لعب بالمعادلة لما يعني أخلي f في x لحال. تمام. طيب أول شغلة لازم أنقص 10 من كل الأطراف. طيب لما أنقص 10 حيكون عندي x squared minus 13 less than or equal to 3 f of x less than or equal to negative 2 x negative 14. تمام. أنا بدي f of x لحال بحيث أنه يكون عندي علاقة بين الطرفين مع f of x لحالها. طيب ليش بدي هالشيء؟ الليمت وهي عم تقترب لسالب واحد، أنا ما عندي الفانكشن نفسها، ما عندي تعريف الفانكشن، ما عندي أي طريقة أني أعرف الفانكشن. الطريقة الوحيدة بسبب الشكل اللي أنت عم تشوفه بتقدر تتوقع أنه أوكي ممكن أنا أطبق السكويز ثيرم، لأن عندي ال f of x صايرة بالنص وهي دائما أصغر من أو تساوي فانكشن وأكبر من أو تساوي فانكشن، حتطبق السكويز ثيرم أو الساندويتش ثيرم اللي بدك تسميها سميها. طيب بس أنا عندي الليمت ل f of x، فلازم أحاول أخلي الوسط هو f of x، فأبني علاقتي مع f of x فقط، ما بدي شيء تاني معها. لذلك أنا عندما أساوي الحركات الجبرية هي فهيكون عندي x squared minus 13 over 3 less than or equal to f of x عذراً f of x less than or equal to negative 2 x minus 14 over 3. طيب هلأ الوضع صار أسهل لو أخذت الليمت. تمام. الليمت x approaches negative 1 للطرف الأول. طيب نحن نأخذها لكل الأطراف بس ما بدي أكتب كل الليمت كل مرة، فيس الليمت نحن نأخذها على كل تم. تمام. سالب 2x minus 14 over 3. طيب الطرف الأول لو أخذنا الليمت as x approaches سالب 1، حجرب عوض بسالب 1 شو هيعطيني؟ لو عوضت بسالب 1 حيكون سالب 1 تربيع هيعطيني 1 ناقص 13 هيعطيني سالب 12، سالب 12 على 3 هتعطيني سالب 4. تمام. سالب 4 is less than or equal to limit x approaches negative 1 ل f of x، هذا اللي أنا بدي إياه بالضبط. تمام. is less than or equal to هعوض بالطرف الثاني، سالب 2 ضرب سالب 1 هي 2، 2 ناقص 14 هي سالب 12، سالب 12 على 3 هي سالب 4. طيب الآن أنا عندي f of x لما اتبعها هو بين قيمتين متساويتين، فالشيء من الطبيعي والمعقول أنه هو يساوي نفس الكلام لأن هو دائما محصور بينهم. التمثيل الجبري بهالنوع من المعادلات هو ممكن أكثر شيء بيخليك تفهم ليش نحن عم نسوي هالشيء. يعني مثلا لو كان عندك الفانكشنز هي عبارة الفانكشن الأولى هيك، الفانكشن الثانية هيك، وفي فانكشن هي دائما بالنص بينهم، فعند هالنقطة اللي حتكون دائما نفس القيمة وقريبين كلهم من القيمة نفسها. طيب بهيك بنكون تاني من حل هالسؤال، الإجابة هي دي عفوا اي سالب 4 بس. وأغلب الأسئلة اللي حتكون نفس الصيغة حتحاول انه تخلي f of x لحال وبعدين حتشوف تأخذ الليمت وشوف شو حيطلع معك على الطرفين. المفروض يطلع معك طرفين متساويين مشان تقدر تقول انه اوكي اللي بالنص برضو لازم كمان تكون هذا الرقم. تمام. طيب بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول let f of x equal x cubed minus 3x plus 2 for x is greater than or equal to negative 2 and less than or equal to 2 then the numbers that satisfy the conclusion of the mean value theorem are. طيب المين فاليو ثيرم بتقلنا لو عندي، تمام، لو جبت الميل تبع السيكنت لاين للفانكشن بين الانترفل المحدد تبعي وهذا الانترفل هو كونتينوس. تمام. طيب لو جبت الميل تبع السيكنت لاين اللي هو الافرج، تمام، الميل الافرج اتوقع او ميل القاطع عفوا، تمام، بين النقطتين حيكون في عندي على الاقل رقم واحد او نقطه واحده على الكيرف لو جبت الديريفاتيف تبعها اللي هو ميل المماس حيساوي نفس ميل ال قاطع. طيب هذا نظريا، خلينا نشوف لو حبيت اكتبها على صيغة رياضية شو حنساوي وشلون حنحل. اوكي اول شغلة لازم اجيب ميل القاطع. طيب لو افترضنا انه الفانكشن كانت هالشكل، تمام، لو الفانكشن مثلا كانت هالشكل اوكي
وأنا عندي الانترفل تبعي عند هالنقطة وعند هالنقطة. يوم بقول ميل قاطع يعني إحنا عم باخد هذا الخط اللي مباشرة بين النقطتين، تمام؟ حجيب الميل تبع هاد، طبعاً الميل حيكون مباشرة عندي النقطتين، وبدي أجيب الميل حيكون الدلتا واي على الدلتا إكس. طيب عندي الدلتا واي على الدلتا إكس، تمام؟ اللي حتساوي الدلتا واي عندي، أول شيء حجيب F of 2 minus F of negative 2 over 2 minus minus 2، تمام؟ اللي حيعطيني F of 2 هي عبارة عن 8 ناقص 6 زائد 2 اللي هي 4، تمام؟ 4 ناقص عند السالب 2 حيكون عندي سالب 8 زائد 6 زائد 2 اللي هو 0، والمقام حيكون برضو عندي 4، بالتالي حيكون عندي 1، تمام؟ طيب هلأ أنا جبت ميل القاطع، لازم أجيب الديريفتيف وأشوف شو النقاط تبقية الديريفتيف اللي حتساوي هذا الميل. طيب خلينا نجيب الديريفتيف f prime of x equal، حنطبق الباور رول مباشرة 3x squared minus 3، تمام؟ بس هاي هي. أوكي طيب أنا قلت لك إنه حنشوف الميل اللي يساوي ميل القاطع، فمعناتها هاي المعادلة لازم نساويها بواحد. أوكي حيكون عندي 3x x squared equal 4، بعدين حجيب ال x squared لحالها، حيكون عندي x squared equal 4 over 3، بعدين حجيب الأستاذ محمد حجيب ال square root، حيكون عندي x equal plus or minus 2 over square root of 3 اللي هي الإجابة B. B سالب 2 على جذر 3 و 2 على جذر 3، تمام؟ بهيك هدول النقطتين هن اللي لو أخذت الديريفتيف عندهم حيكون عندهم نفس ميل المماس، حيكون نفس ميل القاطع للإنترفل كامل. طيب أهم شغلة بهذا السؤال، هو سهل عليك الموضوع، تمام؟ بعض الأسئلة حيحاول يقلك يعني بفحوى السؤال إنه بدي إياك تطبق المين فاليو ثيوري. أتوقع في سؤال بيشبه هالشيء بالأونلاين أسسمنت 1، تمام؟ لازم تنتبه شو الافتراضات اللي لازم بعدها بقدر أطبق المين فاليو ثيوري، تمام؟ هذا السؤال هو على طول طلب منك إنه ساتسفاي الكونكلوجن، فخلص هو أوريدي قال لك إنه الفانكشن هاي بتمشي مع القوانين اللي طالبتها المين فاليو ثيرم، بقدر اطبق المين فاليو ثيرم او بس. هيك بنكون انتهينا من هذا السؤال. طيب السؤال السابع، a ball is thrown upward from the ground with an initial speed of 20 meter per second and constant acceleration of negative 9.8 meter per second squared اللي هو gravitational constant، the height in meters of the ball after 1 second، تمام؟ طيب هو أعطاني أنه أنا رميت الكرة من الأرض عندها الـ V initial، عندي الـ V initial V not equal 20، تمام؟ و constant acceleration الـ A equal negative 9.8 meter per second، وبدي بعد 1 second، تمام؟ طيب هذا السؤال تقدر تحله بطريقتين، تقدر تحله بطريقة فيزيكس 101 لو أنت أخذت فيزيكس 101 أو عم تأخذ فيزيكس 101، أو تقدر تحله بماث 101. طيب بماث 101 بيقول لك، طيب وهي نفس العلاقة موجودة بالفيزيكس، لو عندي الفانكشن تبعيت الفيلوسيتي، تمام؟ عندي الفانكشن تبعيت الفيلوسيتي، طيب وأخذت الانتجرال تبعها اللي هو الانتي ديريفتيف، خدت الانتي ديريفتيف تبع f of f of x dx، هذا لازم يعطيني ال displacement اللي هي دلتا x، تمام؟ طيب لو حاولنا نطبق هالشي بناء على الكلام اللي عندنا اياه، حنبدأ اول شيء حنبدأ من الاكسلريشن، تمام؟ لان نفس الوقت اذا اخذت الانتيجرال تبع الاكسلريشن a of x dx حيعطيني v of x. طيب خلينا نبدأ من عند الاكسلريشن. ليش بديت من عند الاكسلريشن؟ لان الاكسلريشن هي الكونستنت،
يعني هي الوحيدة اللي بقدر أكتب عندي f of x equals something something أنا متأكد منه تمام، لأن أنا بعرف إنه هي constant a of x تمام، أنا بعرف إنه a of x هاي لازم تساوي سالب 9.8 بغض النظر عن الاكس، الاكس بهالحال هو التايم، عفوا خليني اغيرها تمام مشان بس تكون اوضح. طيب وهي حتكون اس اوف تي. طيب لذلك حبدا من عند الاكسلريشن. طيب حنبدا من عند الاكسلريشن، عندي الفانكشن. طيب احب اجيب الانتجرال، الانتجرال هو عباره عن الانتي ديريفاتيف تبع الفانكشن تمام، فحجيب الانتجرال تبعها او عفوا الانتي ديريفاتيف، فحتكون تساوي سالب 9.8 تي بلس سي تمام. هذا شو حيعطيني؟ حيعطيني في اوف تي. طيب انا بعرف ان ات تي ايكوال 0 السبيد هي 20 اللي هي الانيشال سبيد تمام، فحكتب في of 0 equal negative 9.8 multiplied by 0 plus c. حجيب انه c تساوي بهالحالة ال v 0 حتكون 20 والترم الاول حيروح فحيضل عندي 20. اوكي طيب الان عندي معادلة ال v of t، بقدر اشيل ال c واحط مكانها 20. ال v of t equal negative 9.8 multiplied by t plus 20. طيب الآن حنرجع نكمل على ال v of t، بدي أرجع كمان أخذ anti derivative تبعها طيب مشان أحصل على s of t أوكي، أو ال h of t لو بدك تفرض إنه هي height وتحط الرمز ما بيفرق الاسم. طيب s of t لو أخذت ال anti derivative حيعطيني تمام سالب 9.8 على 2 تي سكويرد بلس 20 تي بلس سي. طيب مشان نعرف شو قيمة السي حشوف عند اس اوف تي اس اوف 0 شو حتساوي المعادلة تمام. انا بعرف انه ات اس اوف 0 المفروض يعطيني 0 لان انا عم بدرس البعد من الجراوند اللي هو الهايت تمام. طيب وانا بالبدايه بديت من الجراوند فالمفروض يعطيني 0، ف s of 0 s of 0 should equal negative 9.8 over 2 multiplied by 0 squared plus 20 multiplied by 0 plus c. طيب s of 0 is 0 معناها c equal 0. طيب الان خلص صار عندي معادله s of t، s of t equal negative 4.9 t squared plus 20 t. والآن لو حبيت أحط ال t equal 1 نفس ما هو طالب بالسؤال حيطلع عندي سالب 4.9 plus 20 اللي هو يساوي 15.1. إذا هيك خلاص حتطلع معك الإجابة c هي الإجابة الصح. الطريقة شوي أطول بس بتعطيك إجابة صح، ممكن تستخدم طريقة الفيزيكس وبرضه حتعطيك الإجابة الصح اللي هو معادلات الحركة. طبعا في نقطة أنا على طول طبقتها ممكن ما شرحتها اللي هي ليش شنو عم باخذ الانتي ديريفاتيف. بهالحالة أنا عندي بولينوميال فعلى طول بقدر إني أساوي عكس الخطوات اللي سويتها في الباور رول. الباور رول كنت تمام، خليني نكتبها. بالباور رول كنت أقول لو عندي f of x تمام تساوي x to the n وحبيت أجيب الديريفاتيف تبعها تمام حيعطيني n x n minus 1. طيب الآن الانتي ديريفاتيف يعني أنا عوض ما أمشي بهذا الاتجاه بدي أمشي بالاتجاه المعاكس تمام، عندي ديريفاتيف بدي أرجع للمعادلة الأصلية. طيب فحطبق الخطوات العكسية تماما، فشو حساوي؟ حزيد الأس واحد بعدين أقسم على n. طيب خلينا ناخذ ال f prime of x تمام، هي التجربة عندي n x to the n minus 1. طيب أنا شو حكيت؟ قلت إنه حنطبق عكس الباور رول، فحنروح نقول إنه حنضيف الأس واحد تمام بالأول بعدين نقسم على الأس الجديد.
فهيكون عندي x to the n divided by n multiplied by n. تمام؟ اللي هو الn هي أساسي موجودة x to the n over n. تمام؟ الn حتكنسل مع الn ولك ترى أنا رجعت بالنهاية ل f of x هي نفسها نفسها. تمام؟ طبعاً في الفيزيكس في الماث 101 فيزيكس 101 ما أتوقع أنتم تعمقتوا لأكثر من هالشيء. أتوقع عندكم القوانين تبعية الساين والكوسين وشلون نجيب الأنتي ديريفتيف تبعها احفظوها بس ما أتوقع في تعمق أكثر من هيك. وهيك بنكون حلينا السؤال السابع. طيب بالنسبة للسؤال الثامن، السؤال الثامن بيقول using Newton's method with initial approximation x1 equal 1 the third approximation x3 to the root of the equation x cubed minus 2x minus 1 equal 0 is. طيب أول شغلة هو طلب مني استخدم نيوتنز ميثود فلازم أكون عارف شو هي نيوتن ميثود. الحلو بهالسؤال إنه خلص هو قال لك إنه تستخدم نيوتن ميثود فتتوقع إنه الإجابة حتكون صحيحة والتقريب حيكون صحيح وحتى ما بهمك إذا كان صحيح ولا لا. السؤال بيطلب منك إنه تستخدم نيوتنز ميثود فهي الأبروتش اللي حتحله للمعادلة. فنوعا ما هو قال لك شو طريقة الحل بس لازم تكون عارف شو هو الميثود شو هي الميثود عفوا وتكون عارف شو حتستخدم وتعود صح. تمام؟ فأول شغلة لازم نعرف شو هي نيوتنز ميثود. نيوتن ميثود هي عبارة عن إيجاد حلول تقريبية للمعادلة باستخدام الديريفتيف والقانون تبعها كالتالي. لو أنا بدي الحل الثاني أو التقريب الثاني، طيب x2 equal x1 minus f of x1 over f prime of x1. تمام؟ بعدين لو بدي x3 اللي هو third approximation حجيب x2 minus f of x2 over f prime of x2. تمام؟ طيب الآن الشغلة الثانية لازم نكون عارفينها شو هي f of x وشو هي f prime of x عشان نقدر نحل المعادلة. ف f of x بهالحالة السؤال سهل عليك الموضوع، عطاك already الأرقام والمتغيرات بطرف والصفر بطرف ثاني، بمعنى آخر عطاك الفانكشن نفس ما هي. فالفانكشن حتكون x cubed minus 2x minus 1. لو كان عندي مثلا انه x cubed x cubed equal 2x plus 1 فلازم احول المتغيرات والارقام لطرف واخلي صفر طرف لحال، بعدين الناتج اللي بيطلع معي هو f of x. طيب الان بدنا نجيب ال f prime of x، طبعا حنستخدم الباور رول الديريفتيف مباشر 3x squared minus 2. طيب الآن أنا بحتاج أجيب f of x1 و f prime of x1. فعندي f of x1 تمام اللي هو 1 تمام حيساوي لو عوضنا 1 بالمعادلة الأولى، لأن أنا بدي أجيب f of x حيعطيني 1 ناقص 2 ناقص 1 اللي هي ناقص 2. لو بدي f prime of 1 حيعطيني 3 ناقص 2 اللي هي 1. طيب هلا انا بدي اروح اجيب x2 فحروح للمعادله اللي عندي اياها على اليمين واعود، فحيكون عندي 1 ناقص سالب 2 على 1 تمام اللي تساوي 3. طيب الان صار عندي x2 فحروح بدي انا اجيب الهدف النهائي اني اوصل لx3، فحكتب شو قانون x3. قانون x3 equals x2 minus f of x2 over f prime of x2. طيب x2 equals 3 نفس ما جبنا، فهلا لازم نروح نرجع ونجيب f of x2 اللي هي 3 f of 3 و f prime of 3. فعندي f of 3 equal لو عوضت بالمعادلة الأولى حيطلع عندي 27 ناقص 6 ناقص 1 اللي هي 20، وال f prime of 3 حيطلع عندي 27 ناقص 2 هي 25. طيب الآن حوض في المعادلة، عندي x2 equals 3 minus ال f of x2 عطتني 20 وال f prime عطتني 25 اللي يساوي عندي 4 over 5 عندي 15 over 5 over 5 minus 4 over 5 اللي يساوي 11 over 5.
بنكون وصلنا للإجابة الصحيحة. وتقريبا يعني أسئلة نيوتنز بتكون عادة سهلة أو بسيطة، بس لازم تكون عارف القوانين اللي وراها. تمام؟ طيب السؤال التاسع بيقول consider the equation x to the y equals y to the x. The rate of change of y with respect to x at the point 1, 1 is. طيب أول شغلة لازم انتبه جدا لكلامه يوم قال لي rate of change of y with respect to x. تمام؟ لو حبيت أترجم هذا إلى شغلة بالرياضيات أنا هلا عم باخذها differentiation، فحاول هي عبارة عن dy over dx. تمام؟ هو طالب dy over dx. كيف عرفت؟ دائما rate of change of something هو اللي فوق، with respect to something هو اللي تحت. تمام؟ فلو حبيت أجيب rate of change of x with respect to y هتكون dx over dy. تمام؟ طيب تقريبا هاي قلت لك انت شو المفروض تساوي. فأول ما بتشوف هالشي تتوقع انه انا حساوي شغلة قريبة، الشغلة هي عبارة عن differentiation لكن ممكن احتاج اساوي شوية خطوات اول. طيب عندي x to the y equal y to the x. المعادلة على شكل الحالي شوي ممكن تسبب لك أزمة في الـ differentiation، ففي طريقة حلوة ممكن تساويها اللي هي تاخد ln of both sides. تمام؟ فعندي ln x to the y equal ln y to the x. تمام؟ ال y وال x هنن عبارة عن أسس، فهنا دا نطلعها برا اللوغاريتم، فحيكون عندي y ln x equal x ln y. الآن حتجيب ال dy dx، تاخد dy over dx، أو عفوا حتاخد differentiation d over dx. فحنروح للطرف الأول، حيكون عندي شغلتين مضروبات في بعض، فلازم استخدم derivative تبع لو كان عندي two functions مضروبين ببعض، فحيكون عندي بالأول derivative. okay just to make this clear، لو عندي f of x equal h of x أو u of x times v of x. تمام؟ وحبيت أجيب الـ differentiation الـ f of x، هقول هي عبارة عن u prime of x times v of x plus v prime of x u of x. تمام؟ طيب هذا القانون اللي حستخدمه، فحروح بدي أجيب الـ y ln x، لازم أساوي لها الحركة. ففي الأول حيكون عندي dy over dx times ln x، بعدين حكمل القانون، فحيكون عندي y over x this should equal ln y plus x over y dy over dx. تمام؟ طبعا كيف جبت الاخر حد؟ هو عباره عن chain rule. تمام، انا لازم اشتق هالشيء، وهالشيء داخله y، ال y انا بعتبرها ك function of x، فلازم استخدم هالchain rule. تمام، اتوقع كان اسم الدرس اللي هو implicit differentiation. yes، فتقريبا هذا اكثر شيء استخدمته في حل هذا السؤال. طيب الان انا بحتاج اجيب ال dy over dx، لكن مشان أتسهل على نفسي وما أضطر أني أروح أعمل أحرك القيم وأروح أجيب الـ dy over dx بطرف لحال، حسوي حركة بسيطة، حشيل الـ dy over dx حسميها بm مثلا. تمام؟ فحيكون عندي m ln x plus y over x equal ln y plus x over y times m. تمام؟ الـ x والـ y أنا أريد عندي القيم هي 1 1، فهعوض مباشرة وشوف شو بيطلع لي. فعندي m ln x. تمام؟ ln 1 حيعطيني 0، فهذا الترم كله حيروح حيصير 0. تمام؟ plus y over x 1. تمام؟ يساوي ln y ln 1 is 0 plus x over y حيعطيني 1 m. تمام؟ فبالتالي حيطلع عندي m equal 1. بهيك كنت انتهينا من حل هذا السؤال.
السؤال نوعا ما بسيط، بس لازم تكون منتبه لل implicit differentiation، شلون نحن بنتعامل مع الديريفتيف يوم y بتكون داخل function. فيس هاي فكرة السؤال مجملا. طيب بالنسبة للسؤال العاشر، السؤال العاشر بيقول the slope of the tangent line to the curve x squared minus xy minus y squared equals 1 at the point 2, 1 is. طيب طلب مني slope of the tangent line. أول ما بسمع كلمة slope of the tangent line هو عم بيطلب مني differentiation، بس عم بيقولها بصيغة تانية، تمام؟ طيب فمعناته الكلام اللي بالبداية هو بده differentiation الكيرف x squared minus x to the y minus y squared equal 1. بدل خلينا اسمع هي واخذ derivative، تمام؟ وحيكون بهالشكل، لو عندي x squared minus x to the y minus y squared equal 1، بدل اخذ الديفرنشيشن للطرفين وتضل المعادله عندي بشكل صحيح، تمام؟ فحبدا بالاول بالطرف اليسار، فحيكون عندي 2x this is power rule minus الxy هي نفس القاعده اللي قبل شوي حكيناها، بالاول حناخذ الديفرنشيشن تبع x نضربه في y، بعدين ناخذ الديفرنشيشن تبع y نضربه في x، تمام؟ والقيمتين هذول مجموعتين مع بعض، فمشان ما لخبط بالإشارات أنا في عندي ماينس حفتح قوس، أول ما بدي أطبق القاعدة تبعية البرودكت رول لازم يعني أحاول أفتح قوس مشان ما أضيع شوي بالإشارات. أوكي الآن حطبق القاعدة، أول شيء حشتق X حتعطيني واحد، فحيضل عندي واحد ضرب Y زائد بعدين حعمل الديريفتيف للY فحيكون عندي dy over dx، والX حتضل نفس ما هي، فيصير عندي X dy over dx، تمام؟ ماينس الواي سكويرد نفس الحركة، أنا هون حطبق التشين رول، أنا بفترض إنه الواي هي عبارة عن فانكشن لإكس، تمام؟ فالديفرنشيشن عفوا أستاذ محمد، التشين رول بتقلك إنه لو عندك فانكشن، تمام؟ داخلها فانكشن أوف إكس، فاليوم بدك تجيب الديريفتيف حتاخذ الديريفتيف with respect to this function multiplied by the derivative of this function the inside function with respect to x، تمام؟ طيب خلينا نطبق هالشيء كحل السؤال نفسه، فحيكون عندي minus ال y squared، تمام؟ لو افترض انه عندي شغله squared حول اول شيء 2 times y to the first، تمام؟ بعدين حضربها بالديريفتيف تبع الانسايد فانكشن اللي هي y، فحتكون dy over dx، تمام؟ يساوي الطرف الثاني هو 1 يعني اللي هو ثابت، والديريفتيف تبع الثابت هو 0. طيب الان صار عندي معادله كامله فيها dy over dx اللي هو الميل. طيب بقدر احل المعادله واخلي dy over dx بطرف وبعدين اعوض ويطلع اشوف مع القيمه، او بقدر من الان ما اقعد احرك القيم مشان يعني احاول انه ما يكون عندي اخطاء، بس حساوي شغله بسيطه مشان اقدر احافظ، حيكون عندي 2x minus y minus x ال dy over dx حنمزلها بm dy over dx equal m، تمام؟ xm minus 2y m equal 0، هو أعطاني البوينت، هو أعطاني x equal 2 y equal 1، تمام؟ حعوض بالقيم اللي أعطاني إياها 2 times 2 minus 1 عفوا minus 1 minus xm which is 2m minus 2ym which is also 2m equal 0، معناها حيكون عندي 4 minus 1 equal 4m، معناها عندي m equal 3 over 4، تمام؟ هيك يكون انتهينا من حل السؤال. لو انت من النوع الثاني اللي نوعا ما ان شاء الله ما حتخطأ بالاشارات او كذا، فعادي بتقدر تروح تودي القيم اللي فيها dy over dx بطرف، بعدين تاخذ dy over dx عامل مشترك وتخلي المعادلة بشكل انه dy over dx موجود بطرف والباقي بطرف ثاني، تمام؟ لكن بفضل هالطريقة بشوفها أسرع، بتقلل نوعا ما الخطأ اللي ممكن تقع فيه. طيب بالنسبة للسؤال 11، سؤال 11 برضو واحدة من الأسئلة المتعلقة بال المستاذ محمد،
الشين رول تمام. ف الشين رول عادة شلون تعرف انه تحت طبيعة الشين رول او لا؟ اذا شفت في عندك function او اكثر من function داخلين ببعض، بمعنى لو كان عندك f of x، f of x على هالشكل تمام تساوي h of g of u of x، you will definitely use the chain rule إذا بدك تجيب derivative تبع هالfunction تمام. والchain rule هي عبارة عن إنه بأخذ أول شيء الfunction تمام، أكبر function تمام h prime of g u of x، بخلي الباقي نفس ما هو، بعدين بضربها بال derivative of the inside. derivative of the inside هو عبارة عن g prime of u of x multiplied by derivative of the inside which is u prime of x. ولو كان داخل مش x كان مثلا x squared، برضو حاخد ال derivative ل x squared بالنهاية حضروفي تمام. هذا بشكل سريع شو هي chain rule تمام. طيب بهالسؤال عندنا f of x، f of x equal len cosh x plus sinh x تمام. لو حبينا بس نحط الكلام كأنه chain rule، حنقول f of x هي عبارة عن h of g of x، عندي h of x equal len x، وعندي g of x equal cosh plus sinh طبعا x تمام. ولو حبيت اجيب الديرفتيف تبعها حيكون على الشكل الاتي. اول شيء حجيب الديرفتيف تبع لين، لين الارجومنت حيكون 1 over الارجومنت نفسه. الارجومنت عندي بهالحالة هي عبارة عن كوش plus sinh تمام. فحيكون عندي 1 over cosh x plus sinh x تمام. بعدين بدي اضرب الديرفتيف تبع الارجومنت نفسه، الارجومنت تبع الفونكشن. طيب الارجومنت هي عبارة عن كوش plus sinh تمام، كوش x plus sinh x. لو حبيت اجيب derivative تبع هالكلام حاخد derivative لكل واحد الحال تمام. فالكوش حتصير sinh x plus كوش x. طبعا هذا الشيء المفروض تكون عارفها، هي مجموعة قوانين يعني متعلقة بالhyperbolic functions. الشغلة المهمة انه تنتبه انه الكوش هوني ما بتتعامل مثل الكوساين، هي نفس الفكرة انه تتحول لسنش بس ما في سالب بالموضوع تمام. فحتكون عبارة عن multiplied by كوش x plus sinh x تمام. وبتقدر تشوف مباشرة انه هذا حيروح مع هذا، حيتكنسلوا مع بعض، فحيظل عندي 1 f of x equal 1. فعفوا f prime of x، f prime of x will be 1. هذا معناته انه وين ما رحت هي عبارة عن 1 تمام. لذلك الإجابة حتكون 1 بغض النظر لو طلب مني f prime of 0 of negative 5. I don't know إذا الأرقام يعني بقول هي صح بالدومين ولا لا، بس يعني البوينت انه بغض النظر عن الرقم اللي عطاك إياه هي حتكون 1 دائم. Okay. طيب بس بالنسبة لسؤال رقم 12، سؤال رقم 12 بيقول لك the point in the curve y equal to x square root of x closest to the point 2 0 is تمام. هون حنستخدم شغلة من نوتات محسن. طيب من نوتات دكتور محسن في عندنا القانون، طبعا أتوقع هالنوع من الأسئلة تقدر تشوفه في chapter 4 اللي هو applications of derivatives، بس ما أتذكر شو اسم الدرس، بس هتلاقي من نوتات دكتور محسن في عندك القانون s equal square root of x minus a squared plus y minus b squared تمام. بهالحالة الزوج المرتب تمام عندي هو عبارة عن a b تمام. فحنحل بالنسبة لهالشي، فعندي square root of x minus 2 squared plus y squared تمام. طيب نحن الهدف من الكلام اللي قاعدين عم نسوي هو انه نحاول نجيب function تمام. هاي الفانكشن هي عبارة عن
بتعطينا الطول او عفوا البعد بين البوينت بعيدنا والكيرف. تمام، هذا اللي عم نحاول نعمل له سيت اب بطريقه الحل اللي احنا عم نسويها، لان مهما متى ما وصلنا الى معادله تمام نحن بنعرف بالديريفتيف من خلال الفيرست ديريفتيف تيست والسكند ديريفتيف تيست بنقدر نحدد القيم المينيمم والماكسيمم وهالكلام. تمام، فهذا الهدف من طريقه الحل الحاليه. تمام، لازم اول شيء نجيب الفانكشن، بعدين الفانكشن نعملها تحليل باستخدام الديريفتيفز، وبعدها بيصير خلاص الامر سهل، نقدر نجيب البوينت ونتاكد ان البوينت بعيدنا هي has the minimum value. تمام، طيب نحن الان عم نحاول نبني المعادله، فحنكمل. حيكون عندي سكوير روت الx minus 2 squared حتكون عبارة عن x squared minus 4x plus 4، والy squared إذا الy هي عبارة عن 2x square root of x، لو حبيت أربع الترم كامل حيكون عندي 4x squared times x اللي هي 4x cubed. تمام، حيكون عندي plus 4x cubed. حلو، طيب أنا الآن صار عندي function بتعطيني البعد تمام بين البوينت والكيرف. تمام، الان بدر اعمل لها ديريفيتيف واجيب الكريتيكال بوينتس، والكريتيكال بوينتس اشوف هل هي مينيمم ولا ماكسيمم. تمام، فحجيب الديريفيتيف اول شيء، الديريفيتيف حيعطيني تمام التشين رول، اول شيء حتحط 1 اوفر 2 سكوير روت اوف الكلام نفس ما هو اللي هي 4x كيوبد plus x squared minus 4x plus 4، حتضرب باشتقاق الجذر تمام اللي هو حيعطيك 12x squared plus 2x minus 4. تمام، الآن حنشوف 12x squared plus 2x minus 4 شو حيعطيني لو سويته بصفر، فهيكون عندي 12x squared plus 2x minus 4 equal 0. طيب هالكلام بنقدر نقسمه كله على 2، فهيطلع عندي 6x squared plus x minus 4 minus 2 equal 0. الآن بنقدر نطبق الكوادراتيك فورمولا، هيكون عندي negative 1 plus or minus b squared minus 4ac، b squared is 1 minus 4ac اللي هي 4 ضرب 2 ضرب 6 اللي هي 48. yes 1 plus 48 over 12. تمام، اللي حيساوي معك سالب 1 زاد وناقص 7 على 12 اللي يساوي 1، اما تكون هي عبارة عن 6 على 12 6 على 12 أو تكون 8 على 12 عفوا سالب 8 على 12 يساوي سالب 2 على 3 يساوي 1 على 2. تمام، طيب الآن عندي قيمتين للX، فلازم أرجع أشوف أعوض بالمعادلة، أو قبل ما أعوض بالمعادلة بقدر أعمل السكند ديريفتيف تيست. تمام، وأشوف هل هن أكبر من أو أصغر من صفر، وأشوف بعد بناء هل هي حتكون مينيمم أو ماكسيمم، أو بقدر أرسم خط الأعداد وأشوف، أو بقدر مباشرة أروح أعوض بالمعادلة وأشوف مين الحياة يعطيني القيمة الأصح أو القيمة الأقل. تمام، مباشرة لو شفت سالب 2 على 3 وحاولت أعوضها ما حتعطيني الإجابة. تمام، لأن هي برا الدومين، ما عندي سالب تحت الجذر. تمام، فمباشرة بدل أقول إن هي عبارة عن نص اللي هي حتعطيني ال square root of one half اللي هي one over square root of two. تمام، هي الإجابة D. okay. طيب بالنسبة لسؤال رقم 13 linearization of the function f of x equal e to the x plus sine x at x equal zero. تمام، linearization لأي function في عندنا نوعا ما قانون ثابت، فبنقدر على طول اول ما تشوف كلمه linearization تتذكر هذا القانون اللي هو l of x equal f
of x naught plus f prime of x naught times x minus x naught. تمام؟ الx naught هي الريفرنس x اللي عم نعمل linearization للفانكشن عندها، اللي هي بهالحالة حتكون x equal 0. فعندي x naught will be 0. حلو؟ طيب الآن واضح إنه أنا بحتاج ال f prime of x، فهيكون عندي f of x تساوي e to the x plus sine x. لو حبيت أجيب الديرفتيف لها هتكون e to the x plus cosine x. تمام. طيب أنا بيهمني أكثر قيمة الفانكشن at 0 وقيمة الديرفتيف at 0. الأشياء تاني ما كتير بتهمني، تمام، إنه يعني الأرقام نفسها. فحاجيب f of 0، تمام، f of 0 e to the 0 plus sine 0 which is equal to 1. تمام. طيب ال f prime of 0 هيعطيني e to the 0 plus cosine 0 which is equal to 2. طيب الآن خلص نوعا ما جبت كل الأشياء اللي أنت بتحتاجها، بتقدر على طول تروح للسؤال وتعود. فحيكون عندي f of x node اللي هو f of 0 يساوي 1 زائد f prime of x node اللي هو 2 ضرب x minus x node اللي هي 0 which is equal to 1 plus 2x. تمام، هيك كنت هيد من السؤال. بالنسبة للسؤال رقم 14، consider the function y equal f of x equal x squared over x minus 2 with y prime. أعطاك ال y prime، أعطاك ال first derivative and second derivative، وسألك which of the following is false about the function. تمام. طيب أول شغلة وأهم شغلة لازم دائما تكون منتبه إلى domain الفانكشن الأساسية. تمام، ما بتقدر تطلع عن هالدومين في ال first derivative وال second derivative. يعني لو لقيت إنه في عندك critical أو inflection point هي مش من الدومين تبع الفانكشن الأساسية، انساها كأنها مو موجودة. تمام. طيب فبهالحالة الدومين عندي كل شيء ما عدا 2 R except 2. تمام، للفانكشن الأساسية. أوكي، الآن خلينا نمشي واحدة واحدة على الأشياء اللي أعطاني إياها. تمام، قال لي concave down on negative infinity to 2 and concave up on 2 to infinity. طيب concave down و concave up من وين نجيبها؟ منجيبها من second derivative. شلون منجيبها؟ منشوف إذا كانت positive فهي concave up، إذا كانت negative هي concave down. مين هي النيجاتيف أو positive؟ هي second derivative، the function of the second derivative. طيب لو جربت مثلا بين 2 and infinity عندك مثلا 3، تمام، لو حطيت 3 يس هتطلع معك positive فهي concave up. لو جربت مثلا negative 3 هتطلع معك negative 5 to the third power اللي هي negative 125 هتطلع negative. طبعا الطريقة الأساسية انه تقعد تحل وتفصل، بس بما انه الاختبار ما عندك وقت ف يس you do this. تمام. طيب فالأولى معك صح، هتطلع معك صح. اوكي، خلينا نمشي لـ C. has one slant and one vertical asymptote. asymptote اللي هو خط التقارب اللي هو نحن نجيبه من الفانكشن نفسها. تمام. اوكي، الـ vertical asymptote بيجي لو كان في عندي صفر غير مشترك موجود في المقام. يعني عندي x minus 2 موجودة في المقام فقط، وأستاذ محمد موجود في المقام فقط، وما بقدر أكنسله من البسط. تمام؟ فيس في عندي vertical asymptote. طيب في عندي slant asymptote؟ يس في slant asymptote، لأن عندي الفرق بين البسط والمقام فرق 1 degree. الـ two functions الفرق بينهم 1 degree. طبعا تشوف تفصيل أكثر للأسمتوتس بدرس أتوقع بشابتر 4 أو شابتر 3، شوف بنوتات دكتور محسن، بتقدر تحدد الطريقة الأساسية كيف تحدد السلانت والفيرتيكال أسمتوتس. تمام.
طيب بس لان عندي في فرق 1 ديجري بالاسس بين البسط والمقام فيس في عندي سلانت اسيمتوت طبعا المقام اكبر ب 1 ديجري اوكي has relative maximum at x equal 0 and relative minimum at x equal 4 طيب relative maximum و relative minimum يعني relative معناها انه في رقم اكبر منها لكن هي تعتبر تغير من موجب الى سالب او سالب الى موجب طيب كيف منجيب الماكسيمم والمينيمم الماكسيمم والمينيمم بيعتمدوا على الفيرست ديريفيتيف فحنروح نشوف الفيرست ديريفيتيف حنشوف x equal 0 هل هو حاولنا نعوض ب x equal 0 حيطلع عندي 0 فيس هي كريتيكال بوينت طيب خلينا نشوف الكريتيكال بوينت هي شو حتعطيني حنرسم خط الاعداد ونشوف هالكلام تمام طيب الخط حيعطيني خط الاعداد اوكي عندي حيكون اوكي حتكون البسط عباره عن x مضروب في x minus 4 تمام فهيكون عندي x equal 0 و x equal 4 طيب لو حاولنا مثلا نجرب بسالب واحد شو حيعطيني سالب واحد حيعطيني موجب فوق حيكون موجب وتحت حيكون موجب فمفروض هالطرف موجب تمام اوكي وبعدين بين الصفر والاربعة خلينا نجرب واحد الواحد حيعطيني سالب فوق وموجب تحت اللي تحت دائما موجب فبس نحتاج نشوف اللي فوق فحيعطيني سالب اوكي بعدين فوق الاربعة مثلا جربنا خمسة حيكون 25 ناقص 20 حيعطيني بوزيتيف واللي تحت دائما بوزيتيف فحيصير بهالشكل ثواني بس نرسم اسهم بشكل صح تمام فعند الزيرو حتشوف انه في عندي مينيمم او عفوا انا عكست الاسهم عند الزيرو حيكون في عندك ماكسيمم عند الفور حيكون عندك مينيمم وبعدها حتكمل طبعا ريلاتيف لان حيكون في اقل منها وفي اكبر ف at 0 you have a relative maximum و at 4 you have relative minimum طيب increasing on المدى اللي عطاك اياه عفوا او الرينج اللي عطاك اياه طيب increasing و decreasing برضو بنجيبها من الفيرست derivative طيب اوكي الحلو بالموضوع ان احنا already رسمنا خط الاعداد فخط الاعداد هذا حيفيدنا ب d و e تمام فحتشوف عند الاي increasing on negative infinity to zero نفس اللي احنا جبناه بس اللي هو هالجزئيه تمام و 4 up to infinity yes the derivative can positive ف yes it is increasing تمام نرجع لبي اللي هي واضح انه هي انا خليتها للنهايه لان هي الخطا اوكي هذا one inflection point هون في فكره جدا مهمه وهي اهم فكره انتبه لها توقع فيها صحيح لو حاولت تجيب الـ inflection points حتشوف انه المستاذ محمد الـ 2 موجودة معنا تمام الـ 2 موجودة معنا بس الـ 2 ما هي من الدومين تمام ودامها ما هي من الدومين فخلص نسحب عليها ما نعتبر وجودها أساسا تمام لذلك صحيح لو جربت تشوف الـ inflection points حتشوف انه اثنين يعني حتكون حتطلع لك اثنين تمام بس يوم حترجع تشوف تقارنها بالدومين الاساسي للفانكشن حتشوف انه اثنين ما هي من الدومين اي شيء مش من الدومين بنسحب عليه يس هيك بكون تايم على السؤال طبعا مشان تكون فاهم اكثر هذا السؤال نظري اكثر ما هو حل فافضل شيء انك تكون فاهم متى نجيب الكونكيف اب داون متى نجيب الانفليكشن بوينتس وشلون السلانت والفيرتيكال اسيمتوت والماكسيمم والمينيمم انكريسينج ديكريسينج فيس هي اتوقع اغلب الاسئله بتجي مع الفيرست والسكند ديريفيتيف تيست طيب بالنسبه للسؤال رقم 15 سؤال رقم 15 اف واي ايكوال تان انفرس اوف اي تو ذا اكس بلس كوساين انفرس
x تمام then find y prime at zero. اوكي اول شغله لازم نعمل derivative للفانكشن اللي عندي اياها ف ال y prime حتساوي التانجنت الارك تانجنت تمام حتكون عباره عن تمام التان نيجاتيف 1 لو حبيت اجيب ال عفوا دي واي اوفر دي اكس او خلص دي اوفر دي اكس تمام حتعطيني الديفرنشيشن تبعها هو عباره عن 1 اوفر 1 بلس 1 بلس يو سكويرد تايمز يو برايم تمام من التشين رول هكذا والجزئيه الاولى هي جزئيه موجوده عندك بلسته القوانين فيعني حاول تحفظها او لو حبيت اجيب الدي اوفر دي اكس تمام هو الديفرنشيشن للكوسين تو ذا نيجاتيف 1 اكس ايكوال حتعطيني نيجاتيف 1 اوفر سكوير روت اوف 1 بلس اكس سكوير تمام هاي قوانين انت بتكون حافظها فيعني اتوقع بتقدر تلاقي لها تفسير شوف ابحث على النت لو انت بتحب تكون كل سؤال تجيب الحل من البداية لكن أتوقع لو حفظت الأسئلة هاي بتسهل عليك أكثر بكتير بتوفر عليك وقت كتير خلال الحل تمام؟ فحاول تحفظهم فأوكي okay. y prime equal أول شيء لازم نجيب التانجنت inverse الاشتقاق تبعها فحاول هي عبارة عن 1 over 1 plus u squared هي عبارة u الargument هي عبارة عن e to the x e to the x squared equal e to the 2x بعدين حضرب في derivative الفانكشن اللي بالداخل اللي هي e to the x حتعطيني e to the x minus cosine inverse حتعطيني 1 over square root of 1 plus x squared الماينس اجا من الderivative تبع cosine inverse تمام لان اعطاني at 0 شو حيعطيني هاي الكلام x equal 0 فحعود حشيل اي x حاط مكان 0 وشوف شو بيطلع معي فحيكون عندي 1 over 1 plus e to the 0 times e to the 0 minus 1 over square root of 1 plus 0 squared تمام اللي حيكون عندي 1 half minus 1 اللي يساوي negative 1 half تمام هذا السؤال عبارة عن differentiation مباشر حستخدم chain rule حتستخدم ال differentiation of inverse trigonometric functions تمام غالبية يعني تحتاج أنت تحفظ يس تحفظ الأسلوب وخلص بتكمل بتطبق القانون اللي أنت حفظته وبتمشي يس طيب بالنسبة لسؤال رقم 16 سؤال رقم 16 هو سؤال عبارة عن limit فالسؤال بيقول لك limit as x approaches 1 لا x over x minus 1 minus 1 over ln x تمام اول شيء لو ما بتشوف ليميت بتقول اوكي الطريقه الاساسيه اني اجرب اعوض عند هذا الرقم واشوف شو حيصير معي فلو جربت اعوض حيطلع عندك او لو جربت اعوض حيطلع عندي 1 over 0 minus 1 over 0 which is infinity minus infinity واذا طلع عندي infinity minus infinity ما بقدر اقول ان هي 0 او اي رقم لازم احولها الى طريقه ما بدي اتعامل معها باسلوب افضل تمام فالطريقة اللي ممكن تخطر على بالك تقول اوكي خليني احاول احولها ل infinity over infinity 0 over 0 او 0 times infinity او اي طريقة من الطرق اللي بقدر استخدم فيها لوبيتال رول واجيب الرقم تمام فحتقول خليني اول شيء ابسط عفوا اجيب المقام المشترك تمام يعني اجمع الكسور فهيكون عندي x over x minus 1 تمام minus 1 over ln x أول شغل حسوي حضرب كل طرف بالمقام تبع الطرف تاني فحضرب ln x over ln x تمام طرف تاني حضرب ب x minus 1 و x minus 1 تمام اللي حيطلع معي يساوي x ln x minus x minus 1 over x minus 1 ln x تمام
طيب لو حاولت أكمل في تبسيط العبارة حتطلع عندي x ln x minus x plus 1 over x minus 1 ln x. لأن لو جربت أعوض بواحد تمام حيطلع عندي 0 minus 1 plus 1 which is 0, ولو جربت أعوض بواحد تحت حيكون عندي x minus 1 which is 0 multiplied by 0 تمام, فحيكون عندي 0 over 0 which is where local rule applies تمام. فالآن بدي أطبق local rule. local rule بتقلي خذ الديرفتيف تبع المقام والديرفتيف تبع البسط, بعدين خذ الناتج القسمي عند الرقم اللي انت عم تدرس الليمت عنده تمام. فحاخذ الديرفتيف هيعطيني طبعا هون عندي product rule, فلازم عندي ln x plus x over x تمام minus 1 وال plus 1 is constant فحتكون 0 over ال x minus 1 برضو لازم اطبق product rule, فحيكون عندي ال x minus 1 حتعطيني 1 derivative تبعها, فحيكون عندي ln x تمام plus x minus 1 over x. الآن جربت عوض بواحد تمام, لو عوضت بواحد هيطلع عندي ln 1 plus 1 minus 1 over ln 1 plus 1 minus 1 over yes yes over أستاذ محمد ln 1 plus 1 minus 1 over x over 1 عفوا تمام, اللي هيعطيك 0 over 0 0 over 0. فالآن أنت ما تحلت معك المشكلة فحتطبق لو بتعرول مرة تانية. أوكي سو خلينا نرجع نطبق لو بتعرول مرة تانية أوكي لو بتعرول مرة تانية حتعطيني حيكون طبعا عندي بس مشان قبل ما أطبق لو بتعرول حبسط الكلام اللي عندي إياه في البسط والمقام تمام. في البسط حيكون عندي ln x وفي المقام حيكون عندي ln x plus x minus 1 over x تمام. الآن هذا الكلام لو جيت طبقت لو بتعرفون حيكون عندي في المقام 1 over x عفوا في البسط 1 over x, في المقام حيكون عندي 1 over x plus ال x minus 1 over x. لازم استخدم quotient rule. quotient rule حتقلي اوكي بالاول لازم اخذ derivative للبسط, فيكون عندي 1 يكون عندي x minus x minus 1 over x squared ال quotient rule تمام, اللي يساوي 1 over x over 1 over x plus 1 over x squared اللي يساوي 1 over 1 plus 1 over x. اختصرت 1 over x من الطرفين. الآن هذا الكلام لو عوضت عند الواحد حيعطيني قيمة مش indeterminate form, حيعطيني قيمة تمام. فعوض حيكون عندي 1 over 1 plus 1 which is 1 over 2 تمام. هيك كنت هاي من هالسؤال. طبعا quotient rule هي عبارة عن إذا عندك f of x equal u of x of v of x. ال quotient rule تقول لك إنه ال f prime of x equal u prime v minus v prime u over v squared تمام. بهيك كنت هنا من حل السؤال. احتاجنا إنه نطبق لو تال رول مرتين. نقطة بس على إنه تطبق لو تال أكثر من مرة, في أيام لو طبقت لو تال رول أكثر من مرة بتفيدك وفي أيام بتضرك تمام. فأنت لازم نوعا ما يكون عندك حس بأنه اللي جاي بعدين تمام, هل حتقدر تختصره أو حتقدر يعني تعوض بالرقم ويعطيك نتيجة ولا حيضل يعطيك infinity أو 0 over 0 أو هالكلام. فلازم تكون منتبه من هالناحية وتأكد إذا حترجع تطبق الوبتال رول مرة تانية تأكد أنه النتيجة اللي طلعت معك فعلا أعطتك 0 over 0 أو أي indeterminate form تاني من مجموعة الـ indeterminate forms اللي عنا إياها بهالمثل اللي احنا عم ناخده تمام؟ فيس هاي أهم ملحوظتين.
Okay. بالنسبة للسؤال رقم 17, the volume of a metal cube is increasing at a rate of 30 centimeter cubed over hour. When the side is 10 centimeter, the rate at which the side is increasing at that moment is. تمام؟ طيب. هذا أحد الأسئلة أتوقع اللي اسمه optimization. تمام؟ أتوقع تشوفهم بشابتر 4.7 أو هو موجود بالشباتر أو ممكن rate of change. موجود في شابتر 4 اللي هو عبارة عن مجرد تطبيقات على الديفرنشيشن اللي انت عم تاخذها صار لك كل الشابترين الماضيات. تمام؟ فيس اول شغلة لازم نبدا نحاول نطلع معادلة نقدر نطلع فيها الفوليوم والريت اوف تشينج مع السايدز. تمام؟ فاول شيء حيكون عندي الفوليوم اوف ا كيوب. تمام؟ بشكل عام عبارة عن اكس كيوب, الاكس هي السايد. تمام؟ اوكي, لو حبيت أجيب dv over dx, تمام؟ d أو عفوا dv over dt. ليش dt؟ لنلاحظ أنه هو عم بيدرس الـ rate of change with respect to time. أعطاني 30 centimeter cubed over hour, يعني بدي يشوف كل ما مضى يعني فترة معينة من الزمن قديش عاد ما يتغير الفوليوم. تمام؟ بنفس الوقت عاد ما يدرس كمان الـ side. طيب, فنحن حناخد differentiation with respect to t. تمام؟ فحنعامل ال v وال x as functions of t, وكان يعني ما نساوي أستاذ محمد ال chain rule اللي كنا نساويها بال implicit differentiation, نفس الحركة هون حنساويها. تمام؟ فهيكون عندي الطرف الثاني حيكون عبارة عن حعاملها انه هي function عادية. تمام؟ حتكون عندي 3x squared, بعدين بسبب انه هي x ومش function, مش function of t, فلازم اعمل الاستاذ محمد التشين رول. التشين رول حتقول لي انه حيكون عندي تايمز دي اكس اوفر دي تي. تمام؟ طيب, طبعا يعني بس عشان تفهم الفكره هاي, انا عندي اكس كيوب وبدي اعملها دي اوفر دي تي. تمام؟ حول انه اكس هي عباره عن اكس اوف تي, اوكي, وهي كلها في عليها فانكشن 3. طيب, التشين رول بتقول لي انه لو عندك just to explain this one, لو عندي f of x, تمام, equal g of h of x. تمام؟ لو حبيت اجيب الديريفاتيف, تمام, f prime of x equal g prime h of x times h prime of x. هاي هي الأستاذ محمد التشين رول انا عم بحاول اطبقها هون. ال g of x عندي هي عبارة عن x of t. تمام؟ أو عفوا ال x cubed. تمام؟ هي ال g of x, وال h of x هي عبارة عن x of t. تمام؟ فهذا اللي أنا عم بحاول أساوي, و dx over dt هي نفسها ال differentiation تبع h of x. أتمنى أن تكون وضحت الفكرة اللي عم أساويها. لو ما وضحت هي عبارة عن الشابتر اللي بتاخده فيه الـ implicit differentiation, أتوقع 3.5 أو 3.6. هو يعني مخصص لأنه يوضح الفكرة. فيس, راجع ذاك الشابتر وإن شاء الله بتكون أوضح من الكلام اللي أنا حكيته. تمام؟ أوكي, الآن لازم نعرف الكلام اللي أعطاني إياه هي عبارة عن شو. أوكي, الـ volume of a metal cube is increasing at a rate of 30 centimeter squared over hour. تمام؟ فهذا ال dv over dt. تمام؟ لأنه هو ال change تبع ال volume with respect to time, اللي هو نفس الفكرة اللي أنا عندما أرمز لها dv over dt. تمام؟ فهي 30 هي عبارة عن dv over dt. When the side is 10 centimeter, ال 10 هي عبارة عن ال x, and the rate at which the side is increasing at that moment is rate of change of the side, هو dx over dt. تمام؟ طيب, ال dv over dt إنها هي عبارة عن 30 عندي 3 مضروبة في 10 squared times dx over dt. هذا اللي أنا بحاول أدوره. تمام؟ فلو حليت المعادلة حيكون عندي 30 over 300 equal dx over dt اللي يساوي 0.1. تمام؟ يس, وهيك كنت عم حل السؤال. طيب, بالنسبة لسؤال رقم 18, سؤال رقم 18, the function f of x أعطاك تساوي القيمة المطلقة لx تربيع ناقص واحد, وطلب منك تجيب
كم عدد الكريتيكال بوينتس او الكريتيكال نمبرز. تمام. طيب السؤال تقدر تحله بطريقتين. الطريقه الاولى لو انت عارف الرسمه، انا بشوف انه هي رسمه يعني نوعا ما مشهوره، اتوقع بتمر عليك باكثر من سؤال. تمام. او رسمتها كالاتي، لو افترض ان هون عندي سالب واحد وهون عندي واحد، هيكون عندي بهالشكل الكيرف، وعندي بعدين الخطين المستقيمين تبعد الدالة القيمة المطلقة الخطين المستقيمين. تمام. هتكون بهالشكل، فابتدي مباشرة من هالشكل تقول يس هيكون في critical point عند قمة الهضبة. تمام. اللي هو عبارة عن متى الديرفتيف بيكون زيرو، اللي هو الميل المماس يساوي صفر، اللي هو هيكون المماس بهالشكل. تمام. هيكون ميله صفر. يس. وحتقول ان في عندي two critical points، واحدة عند الواحد واحدة عند سالب واحد، لان عندي sharp edge. تمام. الشارب ايدج معناته انه الديريفتيف فروم بوث سايدز ابروتش ديفرنت نمبرز. تمام. يس. فهي الطريقه من الرسم مباشره بتقدر تجيبها. طيب لو واحد ما عارف الرسمه بده يحل هالسؤال، شو راح يساوي؟ اول شغله اذا جاك سؤال في قيمه مطلقه وبدك تعمل تاخذ ديريفتيف، فاول شغله لازم تسويها تحول من داله مطلقه الى داله متعدده التعريف. تمام. فحتقول هي عباره عن f of x، هي عباره عن x squared minus 1 إذا x أكبر من 1، وهي عبارة عن 1 minus x squared إذا x أكبر من السالب 1 وأصغر من الواحد، وهي عبارة عن x squared minus 1 إذا x أصغر من سالب 1. تمام؟ هيك جبت الدالة متعددة التعريف تساوي القيمة المطلقة. تمام؟ الآن لو حبيت أخذ الديريفتيف الأمر صار أسهل. حيكون برضو الديريفتيف عندي دالة متعددة التعريف f prime of x، حأخذ الديريفتيف. تمام. أوكي. فحيكون عندي 2x إذا x أكبر من 1، وعندي 1 عفوا ما في 1 سالب 2x إذا x أكبر من أو بين سالب 1 والواحد، و 2x إذا x x أصغر من سالب 1. تمام. أوكي. صار عندي التعريف تبعيت ال f prime of x، فالآن خلينا نجيب ال points where the derivative is zero. تمام. طيب ال derivative zero حنشوف هي كلها عبارة عن 2x. تمام. ف ال derivative حيكون zero. متى الزيرو؟ هو بالدومين تبع ثالث أو عفوا ثاني منطقة. فيس f of 0 f prime of 0 أو عفوا طريقة أخرى x equal 0 is a critical number. تمام. هلا الشغلتين تانيات لازم نشوف هل ال derivative عبارة عن دالة متصلة برضو ولا فيها أماكن بيصير في discontinuity. تمام. أو بطريقة أخرى الديريفتيف لو أخذته من اليسار غير الديريفتيف لو أخذته من اليمين. تمام. وطبعا هذا بيذكرنا بفهم أن الديريفتيف ما هي إلا الليمت. تمام. ويس الليمت إذا كانت عم تتجه مستاذ محمد من طرف عم تتجه لقيمة من طرف ثاني عم تتجه لقيمة أخرى، فهذا حيدلنا أنه الليمت does not exist. وبما أنه الديريفتيف هي عبارة عن ليمت، ف limit إذا limit does not exist the derivative does not exist، ويوم derivative does not exist برضو حيعطيني critical number. تمام. اللي هو sharp edge بهالحالة. تمام. طيب لو جربت عند الواحد، تمام، عند الواحد لو حبيت أخذ the derivative، تمام، يرمز لها بهالشكل. تمام. f of prime of 1 إذا أنا عم بروح من ال positive يعني من اليمين يعني رقم أكبر من واحد، هتعطيني هعوض بال first function اللي هي 2x هيعطيني 2. تمام. لو عم بروح من اليسار هيعطيني negative 2 أو عفوا يسأل negative 2. yes. ونفس الشيء لو شفنا عند السالب واحد عند بالتالي طبعا نتيجة أنه عطاني قيمين مختلفين limit does not exist derivative does not exist، بالتالي x equal 1 is critical number. ونفس الحركة حساويها مع السالب واحد. تمام. فحيكون عندي f prime إذا كنت بروح من اليمين لسالب واحد
حيعطيني أكبر من سالب واحد، يعني التعريف الثاني تمام اللي هو هاد. أوكي، فسالب واحد ضرب سالب اثنين حيعطيني اثنين، و f prime from the left side لسالب واحد حيعطيني سالب اثنين تمام. وبرضو بما أننا عم بتجوه لرقمين مختلفين، فهذا حيعطيني x equal negative one is a critical number تمام. في عندك طريقتين، طريقة جبرية لو تحب، وطريقة حسب الرسمة لو أنت عارف الرسمة تمام. وطريقتين تناتهم حيعطوك نفس النتيجة بالنهاية. أوكي، أهم شغلة تطلع منها بهذا السؤال إنه تكون عارف إنه الشارب إدج تعتبر من الكريتيكال نمبرز، الديريفتيف هي عبارة عن ليميت، إذا هي does not exist بتعطيني كريتيكال نمبر. والشغلة الأهم شلون تتعامل أو تجيب الديريفتيف لفانكشن فيها قيمة مطلقة، لازم تحول القيمة المطلقة إلى دالة متعددة التعريف. يس، وهيك كنت أنا حل هالسؤال. طيب بالنسبة للسؤال رقم 19، السؤال رقم 19 بيقول the slope of the line tangent to the curve y equal، أعطاك التعريف at the point سالب واحد واحد is. أوكي، السؤال بان شوية شكله غريب لكن ما عليك، السؤال إن شاء الله سهل، بس لازم تكون عارف كام derivative لكام function تمام. أوكي طيب، أول شغلة واضح عندي إنه حيصير فيه chain rule. ليش حيكون فيه chain rule؟ لأن عندي أستاذ محمد عندي أكثر من function داخل function تمام. أوكي، أول شغله مشان أسهل على نفسي كل هالموضوع تمام وما أضيع حالي، حساب حركة اللي هي هأخذ لين الطرفين تمام، فهأخذ لين y تمام should equal لين 1 plus 2x مرفوع ل x plus 1 تمام. طيب بهالحالة هيكون عندي لين y equal x plus 1 مضروب في لين 1 plus 2 to the x تمام. طيب الآن بالشكل الحالي نوعا ما بقدر أجيب الديريفتيف بشكل سهل. أوكي، فخلينا نأخذ d over dx للطرفين تمام، فيكون عندي y prime over y تمام، هذا الطرف implicit differentiation استخدمنا chain rule. اوكي طيب، الطرف الثاني حيكون عندي product rule وchain rule. فاول شيء حنبدأ بالجزء الاسهل، فحناخذ derivative تبع x plus 1 ضرب لين الارجمنت تمام، فحيكون عندي x plus 1 derivative تبعها 1، فحيضل عندي لين 1 plus 2 to the x تمام. بعدين هلا ننتقل للحد اللي شوي أصعب، فيس حنروح للين 1 plus 2x لازم نجيب الديريفتيف تبعها. أوكي، أول شغلة إذا عندي function لين تجيب الديريفتيف تبعها، باخد 1 over the argument ضرب الديريفتيف تبع the argument، ف 1 over argument is 1 plus 2 to the x تمام times الديريفتيف تبع the argument اللي هو 1 plus 2 to the x، ال1 هو constant فالديريفتيف تبعه 1 فالديريفتيف تبعه 0، ال2 x الديريفتيف تبعها 2 x لين 2 تمام، فهيكون عندي 2 to the x لين 2. حلو طيب، وبعدين حنضرب ب x plus 1 x plus 1 لا ننساها لأن حسب البرودكت رول. طيب الآن خلص صار عندي المعادلة بشكل كامل، يا أما فيها y prime أو y أو x. الآن بدي أجيب ال y prime، عندي القيم ال y وعندي قيم ال x، فخلينا نعوض قيم ال y بقيم ال x. ال y تساوي 1 وال x يساوي سالب 1 طبعا من البوينت اللي هو أعطاني إياها. طيب يعني يكون عندي y prime equal تمام اللين 1 plus 2 to the x تمام، يعني لين 1 plus 2 to the negative 1 حلو. اوكي plus 1 over 1 plus 2 negative 1 times 2 to the negative 1 لين 2 times negative 1 plus 1
طيب أول شغله مباشرة حتشوف إنه في عندي سالب واحد زائد واحد هي صفر، فكل شيء مضروب فيها هيروح لصفر، فكل هذا هيروح عفوا كل هذا هيروح لصفر. يس هيضل عندي لين 1 بلس 1 هاف يساوي لين 1 بلس 1 هاف which is لين 3 over 2 تمام، اللي هو طلع معك C تمام إجابة صحيحة. هيك كنت نحل السؤال. يس طبعا في بس شغله ملاحظه بسيطه، ليش اخذت لين الطرفين؟ دائما اذا شفت انه في عندك فانكشن شوي معقده تمام، او فيها فانكشن اوس فانكشن تمام، او يعني في عندك شغله بالفانكشن بدك تشيلها من فانكشن وتتعامل معاها كانه هي برودكت رول، على طول حاول تاخذ لين الطرفين تمام. اللين نوعا ما بسهل لك الاسئله اللي بتشوفها شوي معقده انه تتعامل معاها، خاصه الاسئله اللي هي عباره عن فانكشن اوس فانكشن تمام. يس وهيك كنت انتهيت من حل هذا السؤال. طيب سؤال 20 السؤال الاخير، اعطاك فانكشن تمام، اعطاك التعريف تبعها وطلب منك انه تشوف الاسمبتوتس تبعيتها تمام، فلازم شوي تقعد تحلل الفانكشن وتتذكر المفاهيم اللي اخذتها وتشوف يعني على هدوء ورواء شو حيطلع معك. وترى يعني نوعا ما حاول تكون هادي وانت بتحل، لان ترى اخطاء بسيطه ممكن تضيع لك السؤال كامل. طيب اوكي اول شيء عندي y equal، اول شيء مباشره حاول ابسط القيم واشوف شو الاشياء المشتركه تمام، فحيكون عندي في البسط حيكون عندي x، حاخذ العامل المشترك حيطلع عندي x squared minus x minus 2 تمام over x minus 1 times x plus 1 تمام. طبعا الفانكشن حتى اللي فوق بالبسط لسه بقدر اعملها تبسيط زيادة، فهيكون عندي x times x minus 2 وx plus 1 تمام over x minus 1 في x plus 1 تمام. هيك أنا خلاص حللتها لعواملها الأولية وما بقدر أحلل بعد هيك. أوكي الآن خلينا نشوف الأسمتوتس وشلون نقدر نجيبها. أول شغلة الـ vertical asymptotes اللي هي نوعا ما أسهل شغلة ممكن نجيبها. طيب الـ vertical asymptotes تمام بتجيبها من أصفار المقام، بتشوف المقام متى بيساوي صفر، بتحاول بتشوف غالبا هذا حيعطيك أو يعني في بعض الأحيان حيعطيك الـ vertical asymptote. طبعا الـ vertical asymptote هو الرقم اللي عنده limit تبعية الفانكشن، يا يعني بتروح ل infinity أو minus infinity، من طرف واحد يكفي، طرفين برضو صحيحة بس من طرف واحد is sufficient تمام. أوكي الشغلة الثانية، لو صفر عندك مشترك يعني نفس الحد موجود بالبسط أو نفس العامل موجود في البسط والمقام، فهذا ما حيعتبر vertical asymptote مباشرة. ليش؟ لأن لو اختصرت تمام وأخذت الليمت حيطلع عندك removable discontinuity مش infinite discontinuity تمام. واللي هو حتشوفه حتلاحظه لو أنت يعني ماك عارف هالشي، حتلاحظه اليوم حتاخد الليمت as x approaches 1 as x approaches negative 1 تمام. فلو حبينا ناخد الليمت x approaches negative 1 للفنكشن اللي عندي إياها، حول هي عبارة عن x times x minus 2 x plus 1 over x minus 1 x plus 1. أول شيء حجرب عود حيطلع عندي صفر على صفر، لكن بقدر أختصر فحختصر ال x plus 1 مع ال x plus 1، بعدين حوض بسالب واحد حيطلع عندي سالب واحد ضرب سالب 3 على سالب 2 اللي هو سالب 3 على 2 تمام، اللي هو أعطاني رقم، اللي أعطتني رقم ما أعطتني infinity، فلذلك الـ vertical ما في vertical asymptote at x equal negative 1 تمام، بس عندي removable discontinuity. هو بس سؤال نطلب على الـ discontinuities، فيس خلاص حسحب على minus 1 بالكلية. الآن حروح عند الـ minus 1 تمام، وحرجع حأخذ الليمت تمام، الليمت as x approaches 1 تمام لا x multiplied by x minus 2 multiplied by x plus 1 over x minus 1 times x plus 1
تمام. طيب لو عوضت بواحد حيطلع عندي واحد ضرب سالب واحد ضرب اثنين هو سالب اثنين على حيطلع عندي صفر ضرب اثنين which is zero تمام اللي هي حتعطيني infinity تمام حيعطيني أتوقع سالب موجب infinity yes بس it doesn't matter أهم شيء إنه أحد الطرفين حيعطيني infinity yes فحقول x equal one yes at x equal one is a vertical asymptote تمام. طيب خلصنا من مواضيع الـ vertical asymptote لأن خلصنا أصفار المقام ما عاد في عوامل أولية في المقام بدل أجيب لها صفر وما درستها تمام درست كل الأصفار. طيب نروح للي بعده اللي هو الـ horizontal asymptote. horizontal asymptote معناها أنه الفانكشن لو رحت عند قيم جدا كبيرة بوزيتيف أو جدا كبيرة نيجاتيف تمام الليمت ستيل حتقترب من رقم وما حتروح مثلا لإنفينيتي أو نيجاتيف إنفينيتي حتعود تقرب تحاول تقرب من رقم بس ما حتوصله تمام. أوكي معنات هالكلام لازم أخذ الليمت للإنفينيتي والنيجاتيف إنفينيتي. أوكي طيب لو عندي الليمت as x approaches إنفينيتي بوزيتيف إنفينيتي وعندي limit x approaches negative infinity الفانكشن هي عبارة عن x cubed minus x squared minus 2x over x squared minus 1 ونفس الفانكشن x cubed minus x squared minus 2x over x squared minus 1. طيب إذا ناخد عم ندرس limits at infinity بدل أعمل حركة ترك يعني بيساعدني شوي بالحل تمام؟ مباشرة انسى كل الحدود اللي عندي اياها في البسط والمقام ما عدا اكبر حدين تمام. فحروح اشوف تمام حختصر هالعبارة طبعا هالشي بساوي بس اذا عندي الليمت عم بدرسها عند الانفينيتي فهالعبارة حقول انه هي will behave as this function تمام اللي هي x cubed over x squared x باكبر معامل بأكبر حد بأكبر أس لها في البسط على أكبر أس لها في المقام تمام اللي هو x. طيب الليمت as x approaches positive infinity لx هي عبارة عن positive infinity تمام ودامي وصلت لpositive infinity فمعناته عادي الفانكشن عم تتزايد بشكل طبيعي بشكل عادي ما هي عم تقترب من رقم ولا قادرة ما هي عم تقترب من رقم تمام ممكن تعدي افكره يس ما هي عم تقترب من رقم فلذلك ما في عندي horizontal asymptote at positive infinity. طيب خلصنا من positive infinity مع ان horizontal asymptote هالطرف نروح للnegative infinity ونشوف شلون حيعطينا. طبعا تبدا تلاحظ انه نوعا ما حيكون نفس النظام انا عم بدرس limit عند الانفينيتي فبقدر اتعامل معها انه اقول انه هل function will behave as x cubed over x squared اللي يساوي x والx as approaches negative infinity حتعطيني negative infinity تمام. طيب بالتالي اعطتني برضو infinity ما اعطتني رقم فيس حقول انه خلص ما في عندي اي horizontal asymptote. طبعا horizontal asymptote بس ندرس عند positive infinity والnegative infinity ما ندرس عند ارقام بس نجيب horizontal asymptote يس. اخر شيء اللي هو slant asymptote تمام. طبعا انت هلا عندك one vertical asymptote ف two vertical حتقول هاي 100% خطا one slant one vertical one horizontal انت قلت انه في عندك zero horizontal طبعا no horizontal asymptotes تمام حسب اللي اخذنا ف yes فبي برضو حتقول انه هي خطا one slant and two vertical لا انا قلت انه بس عندي one vertical one slant and one vertical possible maybe one slant two vertical خطا فيس تقدر تقول انه مباشره انه دي هي الصح تمام بدون ما تكمل وتشوف السلانت اسمتوت بهالسؤال. لكن برضو لو حبيت تجيب السلانت اسمتوت في طريقه تبعيد انه تاخذ الليمت في طريقه بنوتات دكتور محسن بشرح لك اياها او تقدر تعمل قسمه مطوله اللي حيطلع لك اللي هي عباره عن حقسم طبعا x plus 1 و x plus 1 حيروح مع بعض فحيكون عندي استاذ محمد تقسم x minus 1
قسم عند x squared minus 2x على x minus 1. فأول شيء حأخذ x تمام، حيعطيني x squared minus x، حط راح القيمتين من بعض، حيطلع عندي حيطلع عندي negative x، بعدين حضرب في negative 1، حيطلع عندي negative x plus 1 remainder is 1 تمام. وخلص x minus 1 هي الفانكشن تبعيت الثلاث اسمتوت، فحول y equal x minus 1 is a slant asymptote تمام. يس بهيك كنتينا من حل هذا السؤال، وبهيك كنتينا من حل الاختبار اكشلي كامله. فاتمنى انه هالفيديو كان مفيد او نافع، اتمنى اني يفيدكم بشيء بسيط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.